السلام عليكم اخوان ديالي، كيراكم دايرين؟ نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال. معكم عادل بن دحو، قناه عادل بن دحو. ما كان غير رياكشن وطحن الباكيت. فوالا اليوم ان شاء الله جبتكم عاود الديسك. ما نقولكمش، ما كان غير لا بوم، ما كان غير بوم. يا رب السلامات، حتى لا بوم ما نجيبش نقولها. هذه بومب اتوميك ما نجيبش نقولها. اي لاطوميك ما بغاش تخرج، لان واعره هذيك لاطوميك. اي يسموها اوروبا ويسموها، كيبقاو يقفقفوا. انا لساني بدا يقفقف، ما بغاش تخرج بومب اتوميك. فوالا اخوان ديالي، اليوم ان شاء الله نتكلموا، نهضروا، غادي نديروا رياكشن لا في ديالي هادي. انا ما كنديرش الاناليز ديال الفيديو ديال الكلمات، واش خاصو يقول واش خاصو ما يقولش. انا غير لا في ديالي، واش قال، واش كي يمثلني ولا ما يمثلنيش، المشاكل ديالو تمثلني ولا ما تمثلليش، هضرتو تمثلني ولا تمثل المشاكل. فوالا هذا هو لا في ديالي، والرياكسيون على الكليب، وعلى فوالا فوالا هذا لا في كيبقى ديالي وصاي، يعني بخلاصه وبعجاله، ونمشيو ديريكتومون لا فيديو. فوالا نديرو الكاسك اخوان ديالي، الكاسك ضروري، الكاسك ميم تخرج على براش برا، بلا ما كيخرج الموبيله ولا هكذا، يدير الكاسك. لحقاش الوقايه خير من العلاج. ايوا حتى لا ميوزيك راه كاينين شي اليوم ان شاء الله، ما كان غير الراب. ايوا ديروا الكاسك، لان الكلمات من جديد ربما تضرب راسك مع الحيط ولا هكا كوشا دروات، نصدقوا حنا في المشاكل. شكون سبابو؟ عادل بن دحو. لا الاخوان ديالي، فوالا دا على بركه الله. من بعد هاد لانترو، وقبل ما نبداو الاخوان ديالي، مور هاد لانترو ولا قبل هاد لانترو، لابونمون والبارطاج الاخوان. اللي عجبكم الفيديو بارطاجيو. اللي راك تشوفني دروك يا اخي، اللي راك تشوفني ما عجبتكش ما شفيتكش، ما دير لهاش غير هكذا، غير تقيسها، غير تغمض عينيك وتقيسها، دير لها غير هكذا، غير قيسها ونساني كاع. فوالا ودير الجرس، طاح عندك شي فيديو عجبتك، عجبتك تفرج فيها، ما عجبتكش فوالا، هذه هي سنة الحياة. عجبتك واحد الحاجة ما عجبتلكش، فوالا حنا نبارطاجيو انا وياك، نبارطاجيو كاين، الا كانت شي حاجة عندك نبارطاجيها. يلاه سيدي نضحكوا في اطار الضحك والنشاط والتسلية الهادفة. يا سيدي اتاكيو، وما تنساوش كيما قلت لكم الاخوان ديالي، البارطاج ولابونمو والجرس، وفعلوا واحد الناموسة. راه هاد الدور ولا شهادة، ماشي ناموسة، واحد البعوشة ولا الله اعلم. فوالا من بعد الانترو فوالا اخوان ديالي، عاد اليكم من جديد عادل بن دحو. فوالا نأتاكيو ديريكت، ما نهضرش، نخليه هو يهضر. العنوان فوالا، العنوان ستيلي، عنوان ستيلي جيل دوبل كا ستيلي. مسلم الاخوان ديالي، مسلم. انا المره ديالي هي اللي كتابعو من بكري، كتفرج فيه وكيعجبها، وانا اصلا قلت لكم ما عنديش مع الراب، ما جامي حاولت انني نتسنط ونشوف. انا من بكري كان يحسب لي الراب يعني غير تعداو على، ولكن حتى هو فن، ولا فن خصنا نعترفوا صافي، ولا فن سي فن. انسان ماشي الراب غير اللي من هبا ودبا، نو خص يكون هذاك الشيء مضبوط. دير الراب اخويا، ماشي ما ديرش الراب، ولكن يكون هذاك الشيء موزون. رضوان اكلاي اخويا، ريح لي مع راساتك. السيد البارفان فوالا، باش حنا نشمو ريحه زينه، ونتمنوا نشموها حتى في الكلمات. واخا الريحه ديال البارفان ما وصلتناش، خص الريحه نتاع الكلمات توصلنا. عيوني في عيونك، بدلتي لونك، تبعتي ظنونك، ظنونك كتخونك. يا 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 قالوا باللي يا 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 اخوان، يا 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 والدخله واعره، يا 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 نديرو لها اوكي. او صبر نعاود واحد شويه اللور. عيوني في عيونك، عيوني في عيونك، عيوني في عيونك الاخوان ديالي. انا عيوني درك شراهم يشوفوا، قبل ما ندخل في التفاصيل، عيوني راه يشوف. انا نقول لكم ستيل، شوف بعدا واش الوطن اللي جابهم موراها، حارق موراها لاكاس، لان طبيعه الحال راه في لاكاس، ما غاديش يحرق الوطن اللي سوى تمام. لي زاميريكان وي لا تون، الفلوس، لان استثمار كبير، مشروع انت باش تجي تحرق، داير ثلث الوطن، داير ميني بوس،
وميني بس جوج وطا طارق فيهم النار يعني راه في لاكاس لاكاس مشى دور على مول لاكاس هاك واحد 100,000 ولا ما عرف شحال صور ولا هذا وقال له فوالا قال له بغيت ندير الكليب وطارق البروجيكتورات هكا ورش الماء بالتيو لان هادو فوالا المخرج مخرج كيلعب على الفيزيوال ان بو الفيزيوال فوالا والنار النار كيعني بها نايضه فيه النار بدلتي لونك بدلتي لون قالك تبعتي ضنونك تبعتي ضنونك متبع ضنونك كتخونك يا اخوان الناس ما خصكش تظن بزاف لان بعض الظن الانسان ما خصوش يظن الظن علاش الظن ظن ظن صافي صافي العينين هما اللي كيشوفوا عندك الودنين والعينين علاش غتظن ظنيت هذاك فوالا وفتالي دير دير لعب قالوا باللي تبدلتي وما بقيتي واحد منا غاوي ضربوا في الزير وما بنيتي في 20 سنة كان خاصك تبقى خاطي باش تبقى تمثلنا احنا اللي نعيشو حياتنا وانت غي مزقنا حياتك احنا نرسموها واحنا اللي نختارو اللون احنا اللي طلعناك وحنا اللي نحكمو كيف تكون احنا اللي طلعناك وحنا اللي نحكمو كي تكون هذا درك هذا راه الكلاش حتى هو باين هذا باين الكلاش يا اخوان ديالي الكلاش انا عاود نشوف الكلاش تبعتي ضنونك راه كيكلاش شي واحد اللي تبع غير ظن فوالا ظن فيه انه فوالا ظن بنان فوالا مثلا انا ظنوا فيا شي حاجه وكذا منا ولكن ما هذاك الشيء ماشي فري وفتالي من تبع ضنونك غادي طيح غير في الهاويه تحفر غير حفره لروحك ضنونك كتخونك الظن ديالك الا ظنيتي بواحد فتالي كتفرش الانسان غير ظنونو كيفرشوه قلتي مثلا هذاك ماشي مليح هو دار ودار غدوه ربي يطلقت عليه هضره يا ربي اسمح لي عندما ما كتنفعش الاخوان قالوا باللي تبدلتي وما بقيتي واحد منا قالوا تبدلتي وما بقيتي واحد منا هذا شي واحد منهم شي رابور باينه بطبيعه الحال تبدلتي وما بقيتي واحد منا يعني شي رابور راه هذا ميساج باين غاوي ضربوا في الزير وما بنيتي في 20 سنة وضربوا كاع اللي داروا في 20 عام هذا شي واحد رابور اللي كاع اللي بناه في 20 سنة كان خاصك تبقى خاطي باش تبقى تمثلنا احنا اللي نعيشو حياتك خاطيك بينا هذا باش تبقى دائما معانا احنا اللي نعيشو حياتك وانت غير مزكنا زعما احنا نعيشو حياتك فوالا احنا رانا عايشين ومبرعين وهذا وكنبدعو وانت غير مزكنا دير غير موزيكا زير ما تبدع ما والو غير مزكنا حياتك احنا نرسموها واحنا اللي نختاروا اللون احنا اللي طلعناك وحنا اللي نحكموا كيف تكون طلعوه هو طلعوه فوالا هو غيهبطوا فوالا الا كان هو طلعوه السيفري الا كان بطاقاه ولا عاونوه ولا هذا درك كيحكي على شي واحد باين انت غي فنان في الشهرة مسجون فنان في الشهرة مسجون هذا فنان بطبيعة الحال تكون فنان كيتكلم على فنان فوالا الرابر باينة فنان وفي الشهرة مسجون هذا الفنان هذا تابع غير الشهرة غير البوز يمكن الشهرة ما متبعش الإبداع هذا هو المشكل في الشهرة هذا هو ديال المشكل كاين بعض الفنانين ما سميهمش فنانين سميهم ديال البوز الناس ديال البوز انه خصو يدير كليب واعر وما عنده صوت ما عنده كلمات ما عنده إبداع ما عنده مخرج غير فوالا بغى الشهرة وصافي ملعون هذا هو اللي قلت لكم بنادم يتبع غير ما كاينش ابداع راه كيكون فن ملعون فن ملعون حصل بين نيابو غني على الوطن وتحدى بغناك ديابو كيعطي دابا النصائح انا شوف رجع اللور حصل بين نيابو غني على الفقر وخليك حاصل بين نيابو غني على الفقر وغني على الوطن الوطن وتحدى بغناك ديابو تحناك تحدى غناك بغناك ديابو يعني فوالا دير شي حاجه اللي تحدى بها اللي تفيد الوطن هذا كيعطيهم نصائح في السوق كيعطيه نصائح على الشعب وحسب شعراتك اللي شابو غني على الشعب وحسب على شعراتك حضي راسك وعلى ظنونك اللي خابو كتشوفني غني على ظنونك اللي خابو فوالا كيعطيه الميساجات غني على ظنونك اللي خابو وهو كذلك هذا مسلم كذلك راه كيغني على داك الشيء اللي كيهضروا فيه راه حتى هو راه كيما يقولوا السن بالسن بزوجهم مثلا ولكن ما عرفناش شكون البادي اظلم هو كذلك راه قال له غني وحسب غني على ظنونك وحسب شعرك ولا الله مشى قال له ولكن حتى هو راه كيغني شو هو هذا مسلم ديال الكلمات وخلق هذه الموسيقى وبدع فيها ولكن في نفس الوقت العدو ديالو عطاه فاش يبدع عطاه الساعه
الساحه فاش يلقى راحته ويبدا ويسمعنا كيما راه يسمعنا ضر، لان هذا العدو ديالو كل ما قالوش شي هضره ولا ما سمعش مسلم ما غاديش يخرج هذه الاغنيه 100%. باينه وضعها كي الشمس، ما غاديش تخرج هذه الاغنيه كل ما كانش عنده شي مشكل مع شي واحد. يعني عطيني نعطيك انا حيت هذاك مكاني، كتشوفني الفوق حيت سمع عنواني، ماشي اناني يمكن غير لساني، هو اللي معذبك باش تبقى مقابلنا وقابلني ما نصرف عليه وتقبل ما توسخ ودني وعلى بالي وموسيقتك كتوسخ ودني قبل ما توصلني. ويلي 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 اش قالها؟ بقى متبعني متبعني موسيقتك كتموت قبل ما توصل موسيقتك كتموت قبل ما توسخ ودني، قبل ما توصل الودن ديالو يسمعها راه كتموت. فوالا ما كتلقاش الاعجاب ديال في يعني في لي ريزو سوسيو مثلا. وسخ ودني وعلى بالي بيكون بالي كي تيري في ظهري في وجهي غير كيدم علي، اما اللي معايا كان ديما معايا من البدايه حتى الى ما لا نهايه، مسلم متى وكيف العاده غتجيب العز ولا غيك حصه صاحبي بالعز لك حصه أجيب العز لك حزة صاحبي والأودي يا ربي الأودي وال لانس فلير لانس فلير يا الإخوان ديالي جوا لانس فلير هذاك الخط الأزرق هذاك اللي كديروا العدسة ديال لوبجيكتيف ماشي الكاميرا لوبجيكتيف لأن ماشي الكاميرا الإخوان ديالي الكاميرا عندها غير أن كابتور لداخل واللوبجيكتيف اللي كنركبوه في الكاميرا أناموغفيك لان الكاميرا اللي ما كانش عندها عدسه لوبجيكتيف اناموفيك ما كتعطيش هذا اللينس فلير، اللينس فلير كتعطيه العدسه اللي كتكون اناموفيك كيكون عندها العدسه كتكون يعني الزجاج ديالها لداخل اوفال ما كتكونش مدوره نورمال العدسه الكلاسيكيه كتكون مدوره نورمال هذه اوفال اوفال وكتعطي كتعطي كيقولوا البوكي وكتعطي هذا اللينس فلير وكيكونوا الافلام لي سيونس فيكسيون بزاف في هوليوود ولكن هنايا هاد اللانس فلير نقول لكم الاخوان ديالي هاد اللانس فلير اللانس فلير يعني ما عرفتش واش ديال الكاميرا ولا لي زيفي سبيسيو مانيش عارف لان هادي ديال اللوطو تبان لي مجهده بزاف. شوفوا احكام مزروبه صافي جاب لها بيلا ديالها نيشان لان كان بعض المرات اللانس فلير تقدر تاجوتيه في المونتاج. خطه ملعوبه دنيا مقلوبه بغاو اكتب كيما الحومه حتى هو كيدير الاودي ما عرفتش واش راه داير الاشهار يمكن داير الاشهار ولا شي ميزون دو ديال الاودي اودي فوالا داير كولابوراسيون افيك راه يدير الاشهار اون ميم طون فوالا باينه 100% لان شفت انا لي جونت فوالا كيمشي الكاميرا كدير كي سميتو يا ربي بيغول البيغول يعني في لقطات يعني ديال البيغول كيمشي للاشياء اشياء وكتصورها هكا يعني عن قرب فوالا وتغرق في دموع تغني في الظلمه وتذوب مع شموع فكرت تخرج من تما طريقك مقطوع احلامك غتبقى تحلم حتى تموت بجوع خلقنا فقارة وما بغينا نموتوا فقارة كبرنا فقارة وعارفينها باللي حقارة اما الحق هذا اللي مقابلين القل والقالة ما الحق هذا اللي مخابلين القل والقلا زيد اخويا اجي معايا تمرد الرساله اجي معايا تمرد الرساله اجي معايا تعيش التمرد وتعطي لي ميساج القل والقال يا اخوان ديالي الله نجينا بالقل والقال الله يستر ويحفظ يا ربي السلامه القل والقال غير هما غير هما الاخوان ديالي في القهاوي في الحوانت في السواق في الزلقه تجي خارج من الدار من بعيد القل والقال يا ربي السلام هذوك الناس ما عرفتش واش منين يمشيو ينعسوا منين يمشيو يرقدوا يعني ولا ينعسوا ما عرفش يرجع لاكاسيت الغوبلاي بلاد منين يمشي ينعس مانيش فاهم علاش ما يديرش الغوبلاي واش قلت واش قلت هذاك هذا 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 حسد قيل وقال يا ربي السلام باقي عاقل انا وما عمري نسيت ما نجيت انا وكيفاش بديت فين كانوا من اللي زرعت وسقيت بغاو يكونوا دابا من اللي جنيت كتشوفني عاني حيت هذاك مكاني كتشوفني الفوق حيت سمع عنواني كتشوفني عاني حيت هذاك مكاني وكتشوفني الفوق حيت هذاك عنواني
كتشوفني عالي وكتشوفني الفوق يعني كيف كيف يعني بدل غير عنواني كتشوفني عالي حيت هذاك مكاني كتشوفني الفوق حيت هذاك عنواني الفوق بدلها العالي فوالا ما يعني كيلعب بالكلمات هنا ولكن صافا ماشي اناني يمكن غير لساني هو اللي معذبك باش تبقى مقابلني ومتبانه موسيقتك كتموت قبل ما توسخ ودني وعلى بالي بيك وبالليل كي تيري فهري فوجي غير كيدم علي اما اللي معايا كان ديما معايا ديما معايا من البداية حتى الى ما لا نهاية من البداية حتى النهاية مسلم هذا اخبار مسلم هذا يا اخويا كيف العادة عادل هذا كيف العادة اللي معايا من البداية راه معايا حتى النهاية وكتوقع هذه في العشرة مع الأصدقاء مع العائلة مع الناس مع الجيران كل شيء أنا بالنسبة لي مثلا غير كمثال العائلة اللي كانوا اللي كيكون معايا من البداية حتى النهاية راه معايا صافي راه خويا وصاحبي ودمي وهذا بصح تبدلني بالمصلحة ما عندي ما ندير به ماشي خوك أنا صاحبك في الأول ومن بعد تولي عدويا فوالا كيما قال الحسن الثاني الله يرحمه قال له الا شت صاحبك ولا اخوك ولا جارك ولا اي واحد شتو مع عدوك ربي الله راه عدو هو عدوك في السر يعني الا شت شي واحد تعرفو صاحبك ولا اي واحد اخوك ولا جارك ولا المهم شتو مع عدوك هذاك العدوك راه عدوك في العلن باين عارفو هذيك ولكن هو راه عدوك في السر لان راه يضحك لك ذو منه ويمشي يجلس مع عدوك انا راه فامي شي واحد من لا فامي دمي والعمي كيتيتهم شتو مع عدويا هكذا شوفو مع عدويا وخاين نقولوا ظالم مثلا نقول مثلا يعني غير بين قوسين الاخوان ديالو واخا يكونوا ظالمين يعني واخا بعض المرات حنا فينا العيوب ديالنا واخا يكونوا ظالمين واخا يكونوا فينا شي ديفويات وكذا ومنا ولكن ما نفوتوش بعضياتنا ما نفوتوش سيرتو لا فامي ما نفوتوش بعضياتنا باش انا نفضل الجيران ديالي ونفضل صحابي وكذا ومنا وسيرتو ملي تكون شي زرود وحفله ولا شي حاجه وكذا ولا تعرض هذا وواحد لا فامي ما تعرضهمش لحقاش ما معاك بروبليم معاه ولا الحشومه كاع واخا داك ونتقاتلوا وكذا ومن لا فامي كتبقى لا فامي موحدين في الشده والرخاء لان صاحبك تعرفو في الشده والرخاء عائلتك تعرفو في الشده والرخاء ماشي في الفرح لان هذه كتوقع حتى في العائله انا راه كنعاود لكم تجربه في الفرح راه ما يسقسيو فيك ما يسولو فيك ما حتى لو جيست افلان رانا غادي نديرو رانا غير لو جيست غير ما يعرفوك بلي ما غادي تجيش وترك بعيد في خارج وكلا منا يعرفو ولكن لو جيست غير تكون في القلب تكون غير زينه من القلب ما كايناش ولكن في الموت ولا في المشاكل ولا في القرح يتلقى التليفون يسرسر عيطو لكلش عيطو كلشي لافامي عيطو لي انا عيطو لهذا با خويا اجي راه خصنا رانا هذا رانا اوبان هذا كذا منا عيبها حشومه عيبها جامي كانت في حياتي انا هكا ولكن اكيد صحاب كي الحباب كي كلشي كانوا عندي الناس سواسيه ندير حفله ندير شي حاجه ندير شي صدقه ندير اي شي حاجه والله انا واخا ما عنديش ماشي مشكله ديال الفلوس مشكله ديال الوسع في القلب الوسع في القلب وفوالا طابله وحده اذا كانت تجمع 10 نجمع فيها 20 وضاحكين وناشطين ولكن الله يهدي ما خلق وانا هادو كان كيتيهم ديفينيتيفمون واخا يكون كيما قلت لكم واخا يكون مع تكون خويا ولا مع تكون ديفينيتيف كيتيه ناقشت معاه بدلني مشى لقيته مع عدويا والله ما نعقل عليه بالحلو هذا مبدا عشتو والحمد لله ربي نجاني نجاني بهم طولت معاكم بزاف هذا انا راني نتسنت هاد لي رابور والمشاكل ديالهم كنا راه تاي انا راه خصني نكونسي نطلق دابا الموسيقى ونبدا نحكي لكم الاشاره باينه واضحه كي الشمس فوالا هذا ستيل هذا لا مواتي هكا من عنده حتى لاكام الكاميرا غير الظلمه من هي كونتر جور يعني واحد فوالا ليزار ولا توب ولا ان تيسو وطالقي لوميير افيك الجيلاتين انا كاين الجيلاتين كيديروا لي لوميير بيضاء ويديروا لها لي جيلاتين الكولور اللي بغيت كدير الجيلاتين كيعطيك هذا الكولور هذه هاك نعطيكم فكره على التصوير وصافي انا ما غاديش ندخل في تفاصيل التصوير
لانه هو بلي خص الكاميرا ديفون هكا تصور في الظلمه، هو هكا منا جيت الكاميرا خص تكون الظلمه وداغيغ لوي يكون الضوء باش يعطي الضوء كيعطي لومبر ويعطي تشوف حسابك بلي راه غير لومبر ماشي هو فريمون هذاك لاسبي ديال لومبر هذاك فوالا هذا فوالا البلون لونسومبل هذا كيوريك ثلاثة الواطا محروقين وكذا وتيو رشي الماء وكذا ومنا يعني فوالا هذاك الماء حتى هو باش يعطي الغفلي شوف المخرج هذاك الماء اوبليجي باش يعطي الغفلي شوف فين فكر المخرج حتى هو صراحة يعني انتيليجون كاين اللي غادي تجي تحرق لي الواطا وفي الظلمة وهكا ولا بالنهار ما غاديش يعطيك هذاك لاسبي ديال الغفلي لو غفلي تقدر ديرو في المونتاج مي ما يجيش كيما فريمون هكا اخوان ديالي جبت لكم مسلم كيما قلت لكم المسلم على المرض ديالي كتفرج له كتفرج الجديد ديالو يعني من النهار اللي يعني كيما نقولوا ايفوليا شويه في المسائل ديالو انا المره دائما كنتفرج فيه يعني كان شي جديد كذا كتقول لي كنشوف تفرج بالك عليا بالراب وعليك كذا منا ولكن صراحه كتلقى الكلمات كتلقى ان كل واحد عنده مشاكل داخل ملي كيسمع هكا الكلمات وهذا كيتفكر كيحيد الجروح ديالو الجروح ديالو كتحيا وكتبقى تفكر ولكن في نفس الوقت من بعد كترتاح انسان ملي كيفرغ كيرتاح والحمد لله فوالا بالمشاكل الانسان كيتعلم بالمشاكل كيفيتي لو بيغ لو بيغ شنو هو لو بيغ ان مثلا انا يكون ما كانوش المشاكل كون راني عايش مع الشياطين لان المشاكل هما اللي سهلوا عليا والمشاكل اللي جعلهم الله سبحانه وتعالى مخرج ليا انني بنادم كيهرب الشياطين كيبعد على الشياطين والمنافقين الصلاه والعباده وقراءه القران ولكن هما القلب ديالهم كحل كحل يا الاخوان ديالي كحل الله يحفظنا ويحفظكم ويجينا ويجيكم وتقاولوا على خويا الاخوان ديالو طولت عليكم وتهلاو لي فرواحكم وما تنساوش تابونيو دعمونا خوكم هذا عادل بن دحو في فيديو ان شاء الله نتمنى يعجبكم وتستاهلوا كثر 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 وتهلاو لي فرواحكم وتحياتي الاخوان.